السلام عليكم. السلام عليكم. تست تست. السلام عليكم. اليوم حنتكلموا ان شاء الله في موضوع مهم بزاف. راح نتكلموا على موضوع يخص اليوتيوب، حيخص المواضيع بزاف ان شاء الله نتكلموا فيها، وبربي ان شاء الله راح نلقاو فيها حلول منطقيه ولما لا. واش رايكم في المنظر هذا؟ حنبدلوا اللون الان، راح نديروه لون اصفر. اذا واش رايكم في اللون الاصفر اللي راكم تشوفوا فيه دركا؟ ما على باليش انا اذا كان مليح ولا لا، لكن انتم اعطوني رايكم. نزيدوا اللون هذا، اللون اللي راكم تشاهدوا فيه. عطوني رايكم بك في الموضوع، حنحاولوا ان شاء الله فقط نفهموا كيف الطريقة ومن بعد سهل. اذا جاوبوني اذا كان الصوت مليح، اذا كان المايك مليح، اذا كان تحبون نحكيو بهذه الطريقة نحكيو بهذه الطريقة كيما تحبون، انتم احرار. فقط خبروني كيف راكم حابين نحكيو بهذا المايك. سلام.